مالك؟ أنا كويس. كداب. المهم طمنيني عليكي، انت بقالك فترة مختفية كده وما بتجيش. اسكت يا رمزي، قابلت واحد حاجة كده خيال، شكله هانسم جدا، سنه مناسب جدا، شغلانته هايلة، طموحه في شغله رهيب، اجتماعي ودمه خفيف، حاجة كده يعني فلة وش القفص. ايه الجمال ده؟ هنشرب الشربات امتى؟ لا شكلها بقى فيها الشربات خالص. ليه؟ هو يا سيدي مطلق وعنده ابن عنده 8 سنين. وابنه ده عايش مع مين؟ مع مامته. طب وانت ايه مشكلتك في ده؟ شاذة على فكرة، احنا بنكبر وعمرك ما هتلاقي عريس تفصيل، احنا فيش قدامنا الا ارمل عازب مطلق بقى عنده عيل او اتنين، يعني عادي مفيش متاح قدامنا غير ده. يعني بص، هو بغض النظر عن ان انت بتخبط جامد في الحلل وبتتكلم عن ان انا بكبر، انا ما بكبرش، مفيش ست بتكبر مبدئيا، بس انا فاهمه كويس قوي والله العظيم انه كل الناس اللي حواليا منتظره ومتوقعه ومفترضه ان انا لازم اتجوز، بس مش هينفع. انا عايز اعرف ايه مشكلتك. مشكلتي ان الراجل ده مش بيشوف ابنه ولا حتى عايز يشوف ابنه، أول كل شهر يقوم مدي لأمه فلوس وخلاص شايل إيده تماماً من الولد. ولما سألته بيعمل كده ليه قال لي أصل من كتر المشاكل اللي بيني وبين أمه كرهتني في الولد. أنا برضو لحد دلوقتي مش لاقي مشكلة. لا أنت غريب فعلاً، بقولك ما بيحبش ابنه، فعلى أساس بقى أن أنا لما هيجوزني هيحبني؟ لا ده راجل طبعاً مش سوي. الناس الطبيعية بتقولك أنا عندي ابن، ابني ده أهم حاجة في حياتي، علاقتك بابني لازم تبقى كويسة، لكن يبقى مش فارق معاه الولد كده. وما تقاوحش وما تقولش أي كلام عكس اللي أنت بتعمله. شوف أنت ما بتتكلمش كتير، بس أول ما بتيجي سيرة ابنك بشوف قد إيه أنت رابط حياتك بحياته. أنا يا سيدي عايزة حد كده. نتيجة واحدة. نتيجة واحدة إزاي يعني؟ لأ طبعاً، حبيتي زي ما حبيتيش، قربتي زي بعدتي، مفيش فرق. ابني شايفني أب وحش جدا. لا لا لا، مش شايفني خالص. مش شايفك خالص ازاي؟ أنا هقوم أمشي. ليه يا رمزي كده؟ حطيت لك كب كيك في اللانش بوكس. اوكي يلا. حاضر. لفي. شنطتك تقيله كده ليه؟ انت حاطه فيها طوب. يلا تركزي النهارده في الامتحان، سامعه؟ عادي يا ماما، ده كويز. ايه كويز يعني ما نركزش؟ حاضر يا مامي هركز. غسلتي سنانك؟ لا. ومستنيه ايه؟ ما تروحي تغسلي سنانك، هنتأخر. مالك فيها؟ لا مفيش، بطمن بس. قولي في ايه؟ يعني بتايخه شويه بس الحمد لله لقيته كويس. طب بلاش تروحي الجامعه النهارده. ايه ماما، شويه دوخه طلع 104 يا حياتي، ما تقلقيش مفيش حاجه. معاكي القلم؟ اهو. طب بقولك ادخلي البسي. ادخلي البسي هوصلك في سكتي. لا انزلي انت حتى عشان ما عطلكوش. ادخلي البسي ونقيسه مره كمان. يلا انزلي انت عشان يلا يلا عشان ما نتاخرش. حاضر يا ماما. حاجتي معايا؟ فين تليفوني؟ ايه ده؟ صباح الخير، اللي مصحيكي بدري؟ ما نمتش اصلا. ليه؟ بفكر. انا بعت لسلمى اعتذرت لها عن موضوع التدريب ده،
عايزه يوم اتدرب او اشتغل يبقى في حاجه انا بحبها. طلع بقى يعني لو لقيت مكان في برنامج اخبار او سياسه تبقى تقول لي. عملتي كده ليه؟ مش دي كانت فرصه؟ عشان يا ماما القرار لما بقى في ايدي اخترت المناسب ليا. مش لازم كل حاجه انت اللي تختاريها. قولي النصيحه وبس. ممكن اديكي شايفه هو لما انت عملتي كده انا عملت ايه؟ صح؟ مش لاقي حاجه تقوليها طبعا. ربنا ما يكتب لك تبقي في موقفي. عندك اربع بنات مسؤولين منك في الزمن ده. اختك مثلا لو كنت نصحتها كانت هتعمل ايه؟ في امور ما بتجيش غير بالمنع، لانك ما بتقدريش تمنعي نفسك غير لما عقلك يكبر. وانا عقلي كبر. كبرتي بجد. مبسوطه وفرحانه بيكي قوي. فرحتيني على الصفح. بحبك. انا اللي بحبك. بتقولوا ايه؟ فرحانه ببناتي. كتر خيرك يا نوتي. قولي لي يا قلبي، مش ناويه تعملي نشاط تاني في الجامعه بدل التمثيل؟ لا، ناويه اركز بقى في المذاكره والحضور. شفتي ليه فرحانه ببناتي؟ نيلي يلا.